هذه الأيام وتحديدا شهر مارس وأبريل هو موسم الحصاد والإنتاج لكل المهتمين بصناعة الورود في مدينة الطائف، ويعتبر طبعا من أشهر أنواع الورود وأكثرها جودة حول العالم. هذه المرة رح ناخذكم إلى الطائف عبر سكايب ومن قلب مزرعة الكمال. رحب بضيفنا أستاذ بندر الكمال. أهلا وسهلا أستاذ بندر. مرحبا الله فيكم. صراحة لو بيدنا كان مفروض تكون هذه المقابلة عندكم وبين أشجار الورود في الطائف، ولكن لو ممكن تعطينا فكرة عن الاستعدادات اللي بتصير الآن في هذا الموسم. أول شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكم جميعا مشاهدينكم، ونتمنى أنكم تشرفونا في موسم الورد. طبعا هذه الأيام الطائف غني عن التاريخ بالورد، في كل مكان ورد، في الهدف في الشفا. هذا موسم قطاف الورد، هو مرة واحدة طبعا في السنة. ما شاء الله. طيب كيف تصير الاستعدادات لهذا الموسم؟ طبعا كل موسم نعدكم نكون في حلة جديدة. السنة مستعدين استعداد تام. أكلمكم حاليا من ركن التصوير الخاص فينا، ولازم تشرفونا نجي نصوركم في الورد في الأيام الحلوة. صراحة المنظر أكثر من رائع. طب عادة كيف بتكون المراحل؟ يعني نبي نعيش معاكم تفاصيل هذا الكرنفال الوردي المميز، خصوصا في مرحلة جمع الورود. طبعا يتم في الصباح الباكر من الساعة 7 صباحا جني الورد من الأشجار كل يوم على حد. طبعا تقريبا يقارب يمكن 400 مزرعة تقريبا تجيب لنا الورد. كل مزرعة الحالة من في شيء من الهدف وفي شيء من الشفا. طبعا يفرز الورد ويعد في ميزان ثم يروح على قدور الطبخ. طبعا قدور الطبخ يوضع فيها الورد مع ماء الورد، يقعد يشتغل عليه على النار تقريبا من 12 إلى 14 ساعة. ما شاء الله، يعني هذه عملية التقطير أو استخراج الورد كذا يعني بتصير، صحيح؟ اي طبعا يخرج. ايوه يخرج عندنا منتجين اساسيين اللي هي عطر الورد الطائفي وماء الورد. الله. طب هل انتم يعني كعائله جميعا بتشاركوا في هذا الموسم؟ يعني اعتقد ان هذا صار عندكم تقليد عريق جدا كل سنه، صح؟ الحمد لله. طبعا انا ثامن جيل في صناعه الورد من عائله الكمال. ثامن جيل؟ ثامن جيل. ما شاء الله. عندنا المعمل القديم موجود حاليا عمره يقارب 108 سنه تقريبا. طب لو بنستفيد من خبراتك استاذ بندر، يعني هل يختلف دهن الورد المستخرج باختلاف مزرعه عن مزرعه او طريقه عن طريقه، او بالاخير ممكن اقول ان كلها نفس الرائحه؟ لا طبعا تختلف كل مصنع له، بس هذا سر الصنعه. اي بس اعطيني بعض الاسرار اليوم نبغى نعرف. يطبخها بطريقه معينه ويختلف من مصنع لمصنع كجوده الورد. اي طب وش السر يعني في هذه الرائحه؟ السر في عدد الورد، في كميه الورد المحطوطه في نفس القدر، في المحطوط عليه ما ورد ولا ما عادي، فيختلف من مصنع لمصنع. طب خلينا ناخذ، في عندنا تقريبا 130 قدر، كل قدر يشيل تقريبا 25000 ورد. 25000 20000 ورد. ما شاء الله تبارك الله. طب خلينا هذه طبعا يدوب طلع لك 3 تولات، يعني تولتين ونص. 25000 ورده طلع 3 تولات تقريبا، عشان كذا سعره غالي 1800 دولار. هذا اللي كنت بسألك عنه، خلينا ناخذ فكرة عن سعر هذا المنتج، وهل بيتوفر بكميات كافية لطلبات السوق ولا لا؟ الحمد لله بتوفر كميات طيبة، والطائف حاليا يعني في انتشار في مزارع الورد كثيرة. احنا حاليا بنصدر طبعا، حتى عندنا فروع في الكويت وفروع في دبي، يعني خرجنا حدود السعودية. حلو. كم سعر، كم الأسعار يعني تقريبا؟ التولة تتراوح من 1500 إلى 2000 ريال. التولة من 1500 إلى 2000، ايش اللي يفرق بينهم؟ طبعا في سنة من السنين كان في شح في الورد فوصلت التولة 5000 ريال التولة الواحدة. ما شاء الله تبارك الله. إيه؟ طب بالنسبة للصناعات الأخرى تفضل. اللي هي في مواد ثانية طبعا نستخرج من مواد الورد، اللي هي الصابون الجسم بنسويه، كريمات ولوشنات للجسم، ماسكات، في معطرات مستخدمة في الحرم المكي والمدينة بالورد برضه. هذه كلها منتجات من الورد.
حلو. طب لو يعني نبغى نفرق بين التقليد والاصلي، لان صراحه في كثير في السوق فما نعرف ايش الفرق بين التقليد والاصلي، كيف نفرق؟ صادقه وبنعاني احنا في ذا الموضوع. طبعا هو اللون له دور والريحه، هو اهم نوعين فيها. لا والله يفرق معك الريحة الريحه واللون، تكون نفس الريحة للأمانة. لانه اللون يجيك مايل للخضار. المايل للخضار الأصلي أو التقليد؟ الاصلي الأصلي مايل للخضار، التقليد كده تحس شوي على البياض صح؟ طبعا. ايوه تقريبا. طبعا في هو يجي من خارج السعوديه، يجي من تركيا، ويجي من اليونان، ويجي من اسبانيا، ويجي، بس طبعا الورد الطائفي لا يعلى، هو أكيد يعني الورد الاول في العالم. أكيد طبعا الورد احنا الطائفي لا شاركنا في يعلى. برضه في فرنسا في الجناح السعودي، وشاركنا في مدريد، وشاركنا يعني بنطلع نمثل السعوديه جنوب افريقيا برضه العام كنا. وهذا المهرجان وهذا الموسم مستمر إلى متى؟ استنى ان شاء الله الى بدايه شوال. عفوا إلى متى؟ بدايه شوال إلى بداية شوال. يعني رمضان السنه وردي إن شاء الله بإذن الله نزوركم، يا رب فرصة باذن الله. نزور طائف. وكيف الأجواء والله عندكم؟ شرفونا انتم، من يعز عليكم، والمكان مكانكم، ونشرف بزيارتكم في اي وقت انتم وحبايبكم إن شاء الله بإذن الله، وحتى نحن نتمنى لكم مشاهدينكم. إن شاء الله. شكرا لك، نتمنى لكم كل التوفيق ويعطيكم ألف عافية. الله يحييكم، ونتمنى تجون عشان نسوي لكم كذا رشة ورد أي هذه أهم خفيفة. شيء، رشة الورد ايوه هذه تعالوا نحتاجها. اطلعوا لنا، بس اطلعوا لنا إن شاء انتم الله وحبايبكم. الله يحييكم. إن شاء الله بإذن الله. ولا اذا ما جيتوا ترى بنرسل لكم ورد لجدة، نرسل لكم. لازم عادي إن شاء الله بإذن الله الله، يحييكم على يعطيك راسي. العافية. مشاهدينا مكملين معاكم، وبعد الفاصل مستقبلك سياحة، حملة لتوفير 100,000 فرصة وظيفية للكوادر الوطنية، انتظرونا.